يليه شعار. لم يمر الاحتفال السنوي التقليدي للطلبة الخريجين في جامعة ذي قار كعادته هذه المرة، إذ يسجل تفوقا لافتا لواحد من خريجيها الذين تجاوزوا 2800 خريج. أحمد جواد كاظم الأول على كلية علوم القرآن بمعدل 91 درجة، رغم أن هذا الإنجاز حققه 15 طالبا من كليات أخرى، إلا أن يكون هو فاقدا لبصره ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا ما يجعل من تفوقه متميزا عن الآخرين. هذا التوفيق ما كان إلا بفضل جهود كبيرة من أهلي وأصدقائي المحيطين بي وأساتذتي الأفاضل. الحمد لله رب العالمين. أنا أتمنى يعني من الدولة العراقية أن تنظر لهذه الفئة اللي هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بإعطائهم درجات وظيفية. ومثلما يحمل أحمد أمنية خاصة لشريحة مهمة من العراقيين، يحمل باقي الخريجين أمان الآلاف من أقرانهم في أن تتكلل جهودهم المضنية على مدى أعوام بما تستحقه. يعني فرحانة بهذا اليوم، حفل التخرج دور 17 طالبة جامعة ذي قار دورة النصر والتنمية، يعني طالب من الحكومة أنه يعني تعيين إن شاء الله الطلب الأوائل. حفل التخرج لطلبة 15 كلية بأقسامها المختلفة وللدراسات الصباحية والمسائية والأولية والعليا حضره لأول مرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن أبواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفتوحة أمام كل المشاريع الهادفة إلى تنمية قدرات ومهارات أبنائنا حتى يكونوا علامة متميزة. ونحن اليوم نزف هؤلاء الطلبة إلى ميدان العمل لخدمة الشعب والوطن بمختلف الاختصاصات العلمية التطبيقية والصرفة والقانونية والإدارية والإنسانية والتربوية. وكانت جامعة ذي قار قد تأسست في عام 2002، إذ تشكلت نواتها بعد افتتاح قسم لكلية التربية من جامعة البصرة. من الناصرية أحمد السعيدي، الحرة.